في ناس بتدعي ان كل صور ناسا اللي موجودة على الانترنت لكوكب الارض صور فوتوشوب وميت فابريكا، وان كل الخرائط اللي درسناها خرائط بايظة. وللأسف انا المرة دي هقف صفهم، لان فعلا كل كلامهم مظبوط. الصور اللي موجودة على الانترنت لكوكب الارض مش حقيقية، والخرائط اللي احنا درسناها دي خرائط بايظة. بس guess what، ناسا نفسها هي اللي قالت الكلام ده. ايه اللي يخلي ناسا تعترف بحاجة زي دي رغم انها عارفة ان في ناس مؤمنة بالتسطح ما هيصدقوا يقفشوا عليها غلطة زي دي؟ اكيد الموضوع في ان، وانا النهاردة جاي اكشف الان دي. السلام عليكم. لو فتحت جوجل وبدأت انك تبحث فيه عن صور لكوكب الارض، هتلاقي ان في صور في منتهى الجمال والروعة. لكن وانت سرحان في الصور، اديني فرصة اصدمك واقولك ان كل الصور دي فوتوشوب ومش حقيقية. حتى لو دخلت على موقع ناسا نفسه وبدأت انك تتفرج على صور كوكب الارض، هتلاقي ان دايما مكتوب تحت الصور انها صور كومبوزيت ومتعدلة ومفيش منها صورة حقيقية، ما عدا صورة واحدة بس تم تصويرها سنة 1972 بيسموها البلو ماربل او الرخام الازرق. ناسا من اول ما تم انشائها باقمارها الصناعية اللي بتدور حوالين الارض، ورحلاتها اللي وصلت للقمر، والكواكب المجموعة الشمسية، وحتى اللي خرجت بره المجموعة الشمسية، ما قدرتش تصور غير صورة واحدة بس حقيقية للكوكب. في نفس الوقت بتدعي انها صورت كواكب ونجوم بعيدة عننا بملايين السنين الضوئية. طب ازاي بالظبط؟ هو ده السؤال اللي عايزك تسأله، ازاي؟ بص يا سيدي، الأقمار الصناعية عندها مشكلتين في التصوير. لو هي بتدور في مدارات قريبة من كوكب الأرض، مش هتقدر تاخد صورة كاملة لكوكب الأرض. أما بقى لو بتدور في مدارات بعيدة عن كوكب الأرض، فمش هتقدر تاخد صورة واضحة لكوكب الأرض. أنا عارف لك مستغرب، بس اتقل هتاخد حاجات نظيفة. لكن اديني فرصة قبل ما اكلمك على الأقمار الصناعية وارتفاعاتها وتصويرها للكوكب، نطرح الأول سؤال مهم. لو انا محتاج اخد صورة كاملة لكوكب الارض، المفروض اقف على ارتفاع قد ايه؟ انا عارف ان كنت وعدتكم قبل كده اني مش هجيب سيرة الرياضيات تاني، بس عادي رجعت في كلامي، واللي يقدر على حاجة يعملها. لو اعتبرت ان طولك 2 متر مثلا، وبالتالي عشان الارض منحنية، فعينك هتيجي عند نقطة ومش هتقدر تشوف بعدها، وهي دي بقى نقطة الافق اللي بتبدأ تختفي عندها الاشياء تدريجيا حسب ارتفاعها. رياضيا اي مماس للدايرة بيبقى عمودي على نصف القطر، يعني الزاوية دي هتساوي 90 درجة. وبالتالي لو رسمنا مثلث بينك وبين المركز، هيبقى مثلث قائم وتقدر تطبق عليه قاعدة فيثاغورس اللي بتقول ان مربع طول الوتر في المثلث القائم بيساوي مربع طول الضلعين التانيين. يعني مربع الوتر اللي هو نصف قطر الارض مضاف اليه ارتفاعك، هيساوي مربع طول الضلعين اللي هم عبارة عن نصف قطر الارض لوحده والافق بتاعك. نصف قطر الارض احنا حسبناه في الفيديو الاول 6371 كيلومتر، وارتفاعك هيبقى 6371.2 من 1000، وبالتالي لو عوضت هتلاقي ان طول الوتر هيساوي تقريبا 5 كيلومتر، وهو ده بقى طول الافق، او دي اقصى مسافة تقدر تشوف بيها الحاجات بعينك. بعد كده الاشياء هتبدأ تختفي واحدة واحدة على حسب ارتفاعها. لو جينا قسمنا طول الافق بتاعك اللي هو عبارة عن 5 كيلومتر على محيط الارض بالكامل اللي هو عبارة عن 40,000 كيلومتر، هتكتشف ان طول الافق بتاعك لا يمثل اكتر من 1% من 100% من محيط الارض، وبالتالي دي مسافة بسيطة جدا عشان تقدر تدرك بيها انحناء الارض. ده بخلاف ان كل كيلومتر الارض بتنحني 8 سنتي، يعني في طول الخمسة كيلو اللي انت شايفهم الارض هتنحني 40 سنتي فقط، ودي قيمة بسيطة جدا صعب انك تلاحظها في الخمسة كيلو. وعشان كده انت دايما بيتهيألك ان الارض قدامك مسطحة. كل ما زاد ارتفاعك، كل ما الافق بتاعك بقى ابعد وانكشف لك اجزاء اكتر من الارض. عند الاتنين متر كان الافق بتاعك 5 كيلو، لو ارتفاعك وصل لواحد كيلو متر
الأفق بتاعك بيوصل ل 112 كيلو، عند ارتفاع 10 كيلومتر الأفق بتاعك بيوصل ل 357 كيلو، وعشان تقدر تشوف نص الأرض بالكامل محتاج تكون على ارتفاع لا يقل عن 15000 كيلو. رحلة أبولو 17 اللي لقطت صورة البلو ماربل كانت مسافرة لدراسة القمر اللي بيبعد عننا 386 ألف كيلومتر، وبالتالي دي مسافة مناسبة عشان تقدر تصور الأرض فيها بالكامل. الرحلة اتحركت في 7/12/1972، ولو شفت التاريخ ده هتلاقي ان هو كان بيوافق نهاية شهر شوال وبداية شهر ذي القعدة، وبالتالي القمر كان بيظهر وبيختفي مع الشمس، او معنى تاني ان الشمس كانت ورا القمر ومنورة الارض بالكامل. ولو انت موجود على القمر في الوقت ده هتقدر تشوف الارض منورة بالكامل وكأنها فطور البدر. وطبعا الاضاءة دي كانت مناسبة جدا عشان تقدر تصور بيها الارض بكامل محيطها. طقم الرواد اللي كان موجود على الرحلة كان معاه كاميرا من نوع هاسل بلاد، ولو انت ما سمعتش عن النوع ده قبل كده فعشان هو مش شعبي زي كانون وسامسونج، وسعر الكاميرا فيه بيوصل ل 48 ألف دولار. على ارتفاع 29 ألف كيلومتر الرواد بدأوا يطلعوا الكاميرا ويلقطوا صور متنوعة لكوكب الأرض، ومدام تخطيت ال 15 ألف كيلومتر فالكوكب هيطلع كامل في الصورة. وفي ظل ظروف انعدام الجاذبية الرجالة قدروا ان هم يصوروا مجموعة متنوعة من الصور، كان أشهرهم صورة البلو ماربل اللي احنا اتكلمنا عليها. وسبب شهرة صورة البلو ماربل تحديدا جت من هنا ان الصورة كانت رو مش ملعوفة اطلاقا، الصورة اتخذت بالصدفة وكان غير مخطط لها على الاطلاق، كأنك كنت طالع رحلة بالظبط وعجبك منظر كويس فطلعت الكاميرا بتاعتك وصورته. نرجع بقى تاني للأقمار الصناعية. في تقريبا 4000 قمر صناعي بيدور حوالين الارض، 1980 منهم في الخدمة والباقي خرج بره الخدمة وبقى عبارة عن مجرد حتت حديد بتدور حوالين الارض. 67 قمر فقط من ال 1980 هما اللي سافروا لمسافات بعيدة لاستكشاف الفضاء والنجوم والمجموعات، والباقي موجود في مدارات قريبة عشان دراسة الارض، سواء بقى الاغراض علمية عسكرية ملاحية، المهم انهم موجودين في مدارات قريبة عشان يدرسوا كوكب الارض. الاقمار اللي موجودة في مدارات قريبة دي بتقدر انها تلقط صور لكوكب الارض على مدار اليوم، لكنها ما بتلقطش صور للكوكب بالكامل لان الكوكب حجم كبير، وزي ما قلنا هي موجودة في مدارات قريبة ما بتقدرش انها تغطيه. ولك ان تتخيل ان محطة الفضاء الدولية اللي تعاون في انشائها 4 دول واللي شغالة بس مباشر ليل نهار على اليوتيوب بتبعد عن الارض 400 كيلو متر فقط، يعني لو الارض كانت بحجم كرة قدم فمحطة الفضاء الدولية مش هتبعد عنها اكتر من 2 ملي متر فقط، وبالتالي مش هتقدر اطلاقا انها تصورها بالكامل. ولو جينا نحسب الافق بتاع المحطة دي من خلال ارتفاعها هنلاقي انها ما بتقدرش تشوف اكتر من 2200 كيلومتر، وبالتالي ما بتقدرش تغطي اكتر من 5% من محيط الكوكب. لكن اللي بيحصل فعليا ان الاقمار الصناعية اللي موجودة في مدارات قريبة تبدأ ان هي تاخد صور متنوعة لكل حتة موجودة على الارض، بعد كده ناسا تاخد الصور دي وتبدأ ان هي تركبها وتعمل لك الصور الجميلة اللي موجودة على الانترنت. اما بقى الاقمار والمركبات الفضائية اللي موجودة على مسافات بعيدة ما بتقدرش انها تاخد صور واضحة لكوكب الارض. واحد هيقول لي يعني هي بتصور الكواكب والمجموعات والنجوم اللي بتبعد عننا ملايين السنين الضوئية وما بتقدرش تصور كوكب الارض؟ هقول له ايوة فعلا ده حقيقي، وخد التقيلة بقى كمان دي ما بتصورش الكواكب ولا النجوم البعيدة، وكل الصور بتاعتها متفبركة. بس قبل ما تفهمني غلط تعال اول نرجع نتكلم عن طبيعة الضوء شوية. الضوء بينتج لما المادة بتبقى درجة حرارتها اكبر من الصفر المطلق اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، يعني اكبر من سالب 273 درجة سيليزيوس. اعلى من درجة الحرارة دي الكترونات المادة بتمتلك القدر الكافي من الطاقة انها تقدر تتنطط ما بين المستويات. اول ما الالكترونات بتتنطط ما بين المستويات بتبدأ ان هي تشعل الضوء في صورة موجات كهرومغناطيسية. الموجات دي اللي بيفرقها بس عن بعضها هو طولها. عينك ما بتقدرش تشوف غير اطوال موجية محدودة جدا بيسموها الضوء المرئي، وده بالنسبة لباقي الاضواء اللي موجودة في الكون زي حباية رمل في صحراء. ولو جيت مثلت اطوال الموجات الكهرومغناطيسية كلها اللي موجودة في الكون بالمسافة ما بين الارض للشمس، فالضوء المرئي اللي انت بتشوفه اطواله مش هتساوي
اكتر من عرض شعرايه واحده في المسافه دي كلها. فان جيت للحق يعني تقدر تقول انك ما بتشوفش اصلا، ده بخلاف ان الضوء المرئي اللي انت بتشوفه ده سهل جدا انه يتحجب ويتشتت وما يسافرش المسافات بعيده. احنا قلنا ان اي جسم له درجه حراره اكبر من الصفر المطلق فهو بينور، وبالتالي زي ما الشمس بتنور واللمبه بتنور فالحيطه اللي موجوده في اوضتك بتنور، السماء بالليل وهي مظلمه مليانه انوار، انت نفسك بتنور بس عينك مش حساسه للانوار دي. ولو انت مثلا موجود مع ناس في مكان مظلم فسهل جدا انك تشوفهم عن طريق حته كاميرا معفنه بتقدر انها تشوف الاشعه تحت الحمراء اللي عينك ما بتقدرش تشوفها. وعشان كده بيستخدموا النوعيه دي من الكاميرات لما يجوا يدوروا على الناس المفقودين في الغابات، او لما يجوا يدرسوا سلوك الحيوانات في البيئه الطبيعيه اللي بيعيشوا فيها. نفس الفكره بالظبط، لو جيت بصيت على السماء بالليل بكاميرا بتقدر تشوف الاشعه تحت الحمراء والفوق البنفسجيه والالفا والبيتا والجاما ريز، طبيعي جدا انك تشوف السماء دي كلها منوره. لكن عشان كل ماده توزيع الالكترونات فيها مختلف عن الثانيه، فبالتالي الكتروناتها لما بتتنطط بتدي اضواء هي كمان مختلفه. الليثيوم مثلا لو تسخن بيدي ضوء معين، الصوديوم بيدي ضوء ثاني، النحاس بيدي ضوء ثالث وهكذا. وخد بالك انك قادر تميز ما بينهم من الاضواء اللي انت شايفها، لكنهم بيدي اضواء ثانيه عينك ما تقدرش تشوفها. الاضواء دي بتبقى مميزه للعنصر زي بصمه الصباع بالظبط. واذا كان الضوء المرئي سهل ان هو يتحجب ويتشتت، ففي اضواء قادره ان هي تعدي في الخرسانه المسلحه وتقدر انها تمشي وتسافر لمسافات بعيده بشرط ان اقدر استقبلها. ناسا بتجهز تلسكوباتها ان هي تبقى حساسه للاضواء المختلفه مش للضوء المرئي فقط، وبالتالي بتقدر انها تستقبلها وتحللها. لو التلسكوب شاف بصمه الهيدروجين يبقى الكوكب البعيد عليه هيدروجين، لو شاف بصمه الميه يبقى الكوكب عليه ميه، لو شاف بصمه الكاتشب يبقى الكوكب ده عليه كاتشب وهكذا. وبناء على الداتا اللي جايه من التلسكوب، ناسا عندها خبراء جرافيك وظيفتهم انهم ياخدوا الداتا دي ويحولوها لصور ملونة شكلها حلو حضرتك تقدر تتفرج عليها وتتخيل شكل الكوكب او النجم البعيد. في حاجات تانية بتتعرف على الكواكب البعيدة زي حجمها وبعدها وكثافتها، كل الحاجات دي بنقدر نعرفها من دراسة خواص تانية زي مثلا كمية الضوء اللي بتحجبها من النجوم اللي بتدور حواليها، او مثلا تمدد موجة الضوء نفسها، او اختلاف المنظر او الباراليكس. لكن كل دي خواص محتاجة حلقة منفصلة عشان نقدر ان احنا نتكلم عنها. لكن اهم حاجة دلوقتي انك تكون عرفت ان الصور اللي انت بتشوفها على الانترنت دي صور حقيقية، ولكن الأجهزة مش بتشوفها بنفس الطريقة اللي عينك بتشوفها بيها، لأن زي ما قلنا عينك محدودة جدا في رؤيتها. وارد جدا لما تموت وينكشف عنك الغطاء وبصرك يبقى حديد تقدر ساعتها تشوف جميع الأطوال الموجية اللي مش بتقدر تشوفها وانت عايش. صورة البلو ماربل مش الصورة الحقيقية الوحيدة الموجودة على الانترنت، لكنها الصورة الوحيدة الملتقطة بالطريقة التقليدية البسيطة جدا اللي انت متعود تصور بيها، وبالتالي باقي صور ناسا اللي موجودة مش مفبركة ولا حاجة. طيب دي كده قصة الصور وخلصنا منها، يبقى حكاية ان الخريطة اللي احنا نعرفها خريطة بايظة. محدش خد باله ان جرينلاند على الخريطة تقريبا حجمها قد حجم قارة افريقيا، رغم انها في الحقيقة اصغر منها ب 14 مرة. في نفس الوقت لو جيت تبص على جرينلاند على خريطة الارض المسطحة هتلاقي ان حجمها صغير ومنطقي جدا، مش زي الخريطه بتاعتنا اللي ناسا عاملاها. هل حاجه زي دي المفروض تثبت ان ناسا فعلا بتشتغلنا؟ تعال الاول نتفق ان دي مش خريطه ناسا، دي خريطه العالم جيراردس ميركاتور، العالم الفرنساوي اللي عملها سنه 1569، ومش بايظه ولا حاجه. مبدئيا الارض عباره عن كوره، والكوره دي ثلاثيه الابعاد، وعشان تترسم هتترسم على ورقه، والورقه دي ثنائيه الابعاد، وبالتالي انا محتاج احول الشكل الكروي ثلاثي الابعاد لشكل مسطح ثنائي الابعاد، بمعنى تاني ان هفرد الارض. لو جبت بنفسك كوره وحاولت انك تفردها هتلاقي انك مضطر تمطها من بعض الاماكن وتقطعها من اماكن تانيه، لكن من المستحيل انها تتفرد بدون ما يتغير شكلها او يحصل لها تشوه. اي حد درس في هندسه هيعرف ان عمليه تحويل الشكل ثلاثي الابعاد لشكل ثنائي الابعاد بيسموها المساقط او البروجكشنز. المسقط بيحصل لما بتتخيل انك جبت جسم واسقطت عليه ضوء من جهه معينه، وبالتالي الضوء ده هيكون ظل او صوره للجسم ده في الناحيه الثانيه، وباختلاف المكان اللي انت اسقطت منه الضوء بيختلف شكل الظل الناتج عن الشكل الطبيعي. وعشان ارسم مسقط او خريطه للارض لها معنى فلازم ان ابين كل نقطه عليها، وبالتالي الفن كله في اختيار المكان اللي هسقط منه الضوء وفي اختيار شكل الجسم اللي هيتكون عليه المسقط. اشهر
ثلاث أشكال بيتم الإسقاط عليهم، هما الاسطوانة والمخروط والسطح المستوي. عشان كده علماء الخرائط قسموا المساقط لثلاث أنواع: مساقط اسطوانية، مساقط مخروطية، ومساقط مستوية. المساقط الاسطوانية ده أشهر نوع، وده اللي عدى عليك ودرسته، ودي خريطة الميركاتور اللي احنا قلنا عليها. وعشان يتعمل المسقط ده بتتخيل ان الأرض جواها لمبة بتعكس شكل كل منطقة في الأرض على ورقة اسطوانية بتحيط بالأرض من جميع الاتجاهات، وبالتالي بتضمن ان كل جزء في الأرض تم تمثيله على ورقة. بعد كده الورقة دي بترجع تتفرد وتدي لك الخريطة في بعدين فقط. في المناطق قرب خط الاستواء بتلاقي ان الورقة بتلمس الارض، وبالتالي الضوء هيسقط على الارض ويعكس الظل بتاعها على الورقة بنفس الحجم اللي موجود على الارض. لكن كل ما بعدت عن خط الاستواء بتلاقي ان الورقة بتبعد على الارض، وبالتالي الضوء هيسقط على الارض، بعد كده هيفرش او هيزيد حجمه. وبالتالي كل ما بعدت عن خط الاستواء المناطق اللي بتبقى موجودة بتظهر انها اكبر في الحجم. وعشان تفهم الموضوع ده بسرعة اكبر، تخيل انك جبت الارض وشقتها وحاولت تفردها. هتلاقي ان عند خط الاستواء الارض بتتفرد بشكل طبيعي جدا، لكن كل ما اتجهت الاقطاب هتكتشف انك لازم تمط المناطق دي، وإلا هيظهر لك أماكن فاضية في الخريطة، وده شيء مش منطقي. المط ده بيخلي لك المناطق قرب الأقطاب دايما أكبر في الحجم على الخريطة عن حجمها الطبيعي. وبالتالي لو جيت تبص في خريطة الميركاتور على جرينلاند هتلاقي إنها أكبر في الحجم وتكاد تكون قد إفريقيا، رغم إن ده شيء منافي للواقع. وهبقى أسيب لك لينك في الديسكريبشن في خريطة الميركاتور، لكن القارات فيه حرة الحركة، تقدر إنك تحركها بنفسك في أماكن مختلفة على الخريطة وتلاحظ بنفسك التغير في الحجم. في المساقط المخروطيه الارض بيتم اسقاطها على مخروط، ودايما بتلاقي ان الارض بتبعد عن المخروط كل ما اتجهت لقاعدته، وبالتالي المناطق اللي عند قاعده المخروط هي اللي بيحصل فيها التشوه، وهي اللي بتبان اكبر في الحجم. في الخرائط او المساقط المستويه الارض بتتفرد على سطح مستوي، غالبا بيبقى ملامس للقطب الشمالي، وبالتالي المناطق القريبه من القطب الشمالي ما بيحصلش فيها تشوه، لكن التشوه بيزيد كل ما اتجهت للقطب الجنوبي. ولو ركزت كويس في الخريطة هتلاقي ان استراليا شكلها متغير عن شكلها الحقيقي، وتحسها ممطوطة واكبر في الحجم عن الحجم الطبيعي. وهتلاحظ حاجة تانية مهمة لو ركزت اكتر، واخد بالك دي خريطة الارض المسطحة اصلا، يعني الخريطة اللي بتتصدر لك على انها الخريطة الحقيقية للارض ما هي الا مسقط من مساقط الارض. وعشان كده عادي جدا انك تلاقيها على لوجو الامم المتحدة. الموضوع ما فيهوش مؤامرة ولا حاجة. كل مسقط من دول بيبقى له استخدام معين، وبالتالي هختار المسقط بناء على اني عاوز استخدم الخريطة دي في ايه. لو انا هدرس المناطق الاستوائية فبالتالي افضل خريطة ليا هتكون خريطة الميركاتور او المسقط الاسطواني، لانه بيبقى فيه اقل تشوه موجود في المناطق دي. اما بقى لو جيت ادرس المناطق القطبية فانا هلجأ يا اما للمسقط المخروطي او المسقط المستوي. وفي مسائل تانية كتيرة جدا غير دول، لكن دول اشهرهم، وهبقى اسيب لك لينك في الديسكريبشن تقدر انك تبدل فيه ما بين المسائط وتشوف شكل الخريطه بيتغير ازاي. موضوع التشوه ده دايما اخواتنا بتوع الارض المسطحه بيلعبوا بيه على اللي مش عارفه. على سبيل المثال رحله جويه كانت متجهه من تايوان للوس انجلوس، وكان عليها واحده حامل، واثناء ما هم في الطريق الست جالها الطلق، واضطروا ان هم يعملوا هبوط اضطراري في ألاسكا. هوب بتوع الارض المسطحه قام جايب لك خريطه الميركاتور وقال لك بص دول عملوا هبوط اضطراري في ألاسكا رغم ان لوس انجلوس كانت اقرب، يبقى الخريطه دي بايظه، دول بيضحكوا علينا. في نفس الوقت لو جيت تبص على خريطه الارض المسطحه او المسقط الاستوائي يعني هتلاقي ان طبيعي جدا يتعمل هبوط اضطراري في ألاسكا، وانها فعلا اقرب من لوس انجلوس، يبقى خريطه الارض المسطحه هي اللي صح. لكن طبعا مش هيجيب لك سيره المسائط، ولا هيقول لك ان مسقط الميركاتور بيحصل فيه تشوه في المسافات والمساحات عند المناطق القطبيه، ولا هيعرفك ان المسقط المستوي هو افضل مسقط لدراسه الاماكن دي. لكن عشان ما تدخلش معاه في جدال ملوش لازمه وتفاصيل علميه زي المسائط وخلافه، قول له تعال ندرس مسار الرحله دي على الشكل ثلاثي الابعاد بتاع الارض. هتكتشف ان كان طبيعي يحصل هبوط اضطراري في ألاسكا لانها كانت اقرب من لوس انجلوس. لكن في الحاله دي يظهر سؤال مهم، ليه ما نخليش كل الخرائط اللي موجوده في العالم على شكل كوره؟ هقول لك ده كان ممكن فعلا يحصل لو كان الورق اللي انت بتكتب عليه كان على شكل كوره، وشاشه الكمبيوتر او الموبايل كانوا على شكل كوره، كانت الخرائط فعلا هتترسم على شكل كوره. لكن ما دام الحاجات دي كلها ثنائيه الابعاد فاحنا للاسف مضطرين نخلي الارض كمان ثنائيه الابعاد. طب لما في مساقط كتير قوي كده ليه مسقط الميركاتور تحديدا
هو اللي انتشر. ليه ما انتشرش معاه مساق التانية؟ هقول لك ان دي بقى الحاجة الوحيدة فعلا اللي كان فيها مؤامرة. مسقط الميركاتور انتشر لأغراض استعمارية لأن دول أوروبا فيه بتظهر أكبر من حجمها الطبيعي لأنها قريبة للأقطاب، في نفس الوقت دول إفريقيا بتظهر أنها صغيرة في الحجم، وبالتالي شعوب الدول دي تفضل دايما حاسة بالضآلة في وقت كانت الحروب بتعتمد فيه على العدد وعلى الأرض. ويمكن هي دي المؤامرة الوحيدة في موضوع الأرض المسطحة. لكن بعيدا عن الناحية العلمية، فنحب أقول لك إن العالم فيه أكتر من 70 وكالة فضاء غير ناسا، من ضمنهم واحدة في الإمارات، والسبعين دول فيهم 15 وكالة أطلقوا بالفعل أقمار صناعية، من ضمنهم إيران، وال15 دول ضمنهم 3 دول طلعوا بشر للفضاء اللي هم الولايات المتحدة وروسيا والصين. وأكيد مش كل الدول دي بتتآمر عشان تثبت كروية الأرض، ولو فرضا الدول دي كلها بتتآمر ففي حاليا وكالات فضاء خاصة أشهرهم سبيس إكس، يعني رجال أعمال فلوس بيزنس، وأكيد يعني الناس دي مش هتضيع فلوسها في الهواء عشان تضحك عليك. ففكرة مؤامرة الأرض المسطحة دي مستحيلة. وبكده تبقى السلسلة خلصت. لكن لو عندك أي سؤال متعلق بالثلاث حلقات بتوع السلسلة ممكن تسيبه في كومنت وإحنا إن شاء الله هنجاوب عليه. بس الأهم تشترك في القناة، شير، لايك، كومنت، تفعل إشارة الجرس وتستنى السلسلة الجديدة. سلام.